السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من الإسكان الاجتماعي. دلوقتي الإعلان الـ14 إحنا مختلف عن الإعلانات السابقة، معتمد على خطوتين. أول خطوة إنك بتروح البوسطة بطاقة الرقم القومي بشخصك، بتشتري كراسة الشروط وبتدفع مقدم جدية الحجز. كراسة الشروط بـ130 ومقدم جدية الحجز بالمصاريف الإدارية 15880. في أي مكتب بريد بيحتاج إنك تروح بدري، بتاخد إيصالين، إيصال بـ130 والإيصال اللي بـ15880. الخطوة التانية الورق اللي احنا جهزناه كله اللي بيكون مطلوب، اللي هو صورة بطاقة، يعني بطاقة الرقم القومي السارية، مفردات المرتب، اللي على المعاش، برنت تأمينات، صورة قيد زواج وشهادة ميلاد الأولاد، أو صورة أسيمة الطلاق المطلقة أو شهادة وفاة للأرملة، والأوراق اللي احنا قلنا عليها في الفيديوهات السابقة، وهنستعرضها دلوقتي حالا ايه اللي بيكون مطلوب في كل حالة دلوقتي. بعد ما جبنا الورق كله لو عندنا برينتر بنعمل له سكان لكل ورقة، سكان على انها صورة. لو ما عندناش برينتر او مش هنعرف نعمل سكان، بنروح اي سايبر وبنرفع عنده الورق بتاعنا كله سكان صورة صورة، كل ورق بنعمل له سكان صورة، فبيبقى عندي شكل الورق بالطريقة اللي هنشوفها دلوقتي. هيكون الورق بتاعنا بالشكل ده صور، تمام. إيصال السداد، شهادة ميلاد الأولاد، عقد الإيجار لو المكان إيجار، أو صورة بطاقة الوالد لو في بيت عيلة. أنا هنا رافع الوصلين مع بعض في صورة واحدة، الوصل اللي بـ130 والوصل اللي بـ15880. شهادة ميلاد برضو الأولاد، الصورة الناحية التانية من عقد الإيجار، إقرار بعدم العمل للزوجة أو للزوج لو حد فيهم ما بيعملش، صورة قيد زواج. دي الورقة اللي في الكراسة آخر ورقة بيكون فيها إقرار، بيبقى فيها إمضاء لاسم ثلاثي والتاريخ مرتين. بطاقة الرقم القومي دي الورقة اللي فيها البيانات بتاعة الإسكان، وبرضو هنشوفها كلها دلوقتي، تمام. وصل كهرباء، برنت تأمينات للي على المعاش، صورة بطاقة الزوجة، مفردات المرتب، بس هنرجع نراجع الورق تاني. هنفتح كده، ده إيصال السداد اللي بـ15880، تمام. شهادة ميلاد مش محتاج نفتحها، هنا الوصلين مع بعض اللي بـ15880 واللي بـ130 مع بعض بسرعة. دي صورة قيد ميلاد برضو، دي عقد الإيجار، يكون يعني عقد إيجار قديم. ده إقرار بعدم العمل، أقر أنا فلان الفلاني زوج فلانة الفلانية، أو العكس، أقر أنا فلانة الفلانية زوجة فلان الفلاني، بطاقة رقم قومي كذا، وأقطن في العنوان الفلاني، أقر أني لا أعمل في الوقت الحالي ولا أشغل أي وظيفة، وهذا إقرار مني بذلك، التاريخ، الإمضاء، الرقم القومي. صورة قيد زواج ممكنة، ده الإقرار اللي بيبقى في آخر ورقة بنمضي عليه، بيبقى التاريخ والتوقيع والإمضاء، وهنا كذلك برضو الأمر. بطاقة الرقم القومي دي الورقة الأولانية اللي بنملى فيها البيانات بنراجعها مع بعض. هنا بنكتب المحافظة اللي احنا عايزين نحجز فيها، وهنا المدينة، يعني مثلا القاهرة بدر، الجيزة حدائق اكتوبر، الأليوبية العبور. بنحدد النموذج بتاع الشقة اللي هي غرفتين وصالة او الثلاث غرف وصالة.
بنكتب هنا اسم صاحب الطلب رباعي، رقم البطاقة كامل، الحالة الاجتماعية، العنوان بالبطاقة اللي موجود في البطاقة، محل الإقامة اللي هو السكن اللي حضرتك موجود فيه حاليا، رقم الموبايل، عدد الأبناء لو وجد، الوظيفة الحالية، عنوان العمل الحالي تمام، اسم الزوج، رقم بطاقة الزوج، الوظيفة للزوج، واسم الشركة اللي حضرتك بتشتغل فيها اللي بتأدي، ووظيفة الزوج، وصافي الدخل لحضرتك وصافي الدخل للزوجة أو العكس، لو الزوج اللي بيقدم بيكون هو اللي فوق، لو الزوجة اللي بتقدم بتكون هي اللي فوق. تمام. في آخر الورقة تحت بيكون في التوقيع، ده لما يكون اللي بيقدم بيكون اسم الشقة باسمه فقط، بيمضي هنا وبيوقع وبيكتب التاريخ. لو عايزين الشقة تبقى باسم الزوج والزوجة معا، بيمضي هنا ويوقع هنا وكذلك التاريخ. بعد كده دي في فصل كهرباء حديث، برنت تأمينات للي على المعاش، لكن لو حضرتك معاك مفردات مرتب مش محتاج برنت التأمينات، صورة بطاقة الزوجة، مفردات مرتب، المقدم، أهم حاجة الصيغة بتاعت مفردات المرتب إنه يكون اسم الشركة واللوجو بتاعها، مفردات مرتب للتاريخ، ونحط في رقم علما أن السيد فلان الفلاني بطاقة رقم قومي كذا يعمل لدى الشركة كذا، وأن صافي راتبه الشهري كذا. لازم كلمة صافي، مش فيه كلمة جملة. وانا زودت هنا صافي الراتب السنوي وبكتبه حروف وارقام، فقد قدمت هذه الشهاده بناء على طلبي للاسكان الاجتماعي صندوق التمويل العقاري دون ادنى مسؤوليه للشركه، لسيادتكم جزيل الشكر والحكم التوقيع. دي صيغه مفردات المرتب. دي قيد عائلي مميكن، وده الايصال ال 15 كده. احنا رجعنا تاني تمام كده. كده الورق كله بتاعنا احنا جهزناه. في حالة الأعزب مش هيحتاج طبعا قسيم الزواج أو شيء من ده. في حالة الأعمال الحرة بيحتاج شهادة الكارنيه النقابة وورق من التأمينات. حالة اللي على المعاش برنت تأمينات. في حالة القطاع الحكومي برضه برنت تأمينات من الجهة اللي يعمل بيها موقع ومختار. طيب احنا جهزنا الورق بتاعنا دلوقتي ودفعنا الايصالات وملينا البيانات ديت بخط واضح تمام. بنعمل ايه بعد ما رفعناها كلها دلوقتي صورة على الكمبيوتر، او رفعناها في سايبر وجبناها على فلاشة او على الواتساب وحطيناها على الكمبيوتر دلوقتي. بنفتح صفحة انترنت وبنكتب صندوق التمويل العقاري، أول موقع هو اللي هو shmff.gov.eg هو ده، بنفتحه وبنعمل أول مرة تسجيل في الموقع. التسجيل ما بياخدش دقيقة، بنخش هنا وبنكتب الاسم زي ما هو في البطاقة رباعي ورقم التليفون، لازم رقم الموبايل اللي هيكون مكتوب هنا اللي مكتوب في الكراسة اللي هنكتبه بعد كده في الموقع يكون معاك وتحافظ عليه زي عينيك. وبعد كده كلمة السر الجديدة اللي بنكتبها بنكتبها مرة كمان، بنكتب الجنس ذكر أو أنثى والحالة الاجتماعية والموافقة على الشروط وتسجيل. انا بما اني مسجل قبل كده هسجل على طول.
حضرتك بعد ما تسجل بيجي لك كود تأكيد بتدخله، بعد كده بتعمل دخول زي ما عملت بالرقم القومي وكلمة السر اللي حضرتك دخلتها. بننزل لتحت وبنخش على تقديم على وحدة سكنية، تقديم طلب وحدة سكنية. وبنختار لقد قرأت قرارة الشروط وأوافق، تمام. ودي البيانات اللي بنسجل. قبل ما نسجل البيانات بنجهز الفايلين اللي هو بيحتاجها، المستندات المطلوبة، مستند جديد، يجب إرفاق جميع المستندات مضمنة المستند الجديد في ملف واحد بصيغة PDF، وكذلك إيصال السداد اللي هو 15880 بصيغة PDF. طيب هنعملهم ازاي PDF والكلام ده، الموضوع ازاي؟ الموضوع سهل جدا، بنعمل كليك يمين في الفولدر اللي احنا عليه الورق بتاعنا، وبنختار نيو، وبنختار ما عنديش وورد، انا بس ما فيكتورش. بنفتح صفحة وورد وبنضيف الورق بتاعنا زي ما هو مكتوب هنا بالترتيب ده، خطة رقم القومي، سندات تسجيل الدخل، إثبات إيصال مرافق للسكن الحالي، استمارة الحجز، الإقرار الموقع، وإيصال سداد المؤدب. دول كلهم بنحطهم بالترتيب. بتاخد نحاول نعمل محاولة كده في الوورد العادي، أنا آسف ما عنديش طريقة تانية بايخة، معلش انا اسف مرة تانية. فلنفرض ان ده الوورد، يعني يبقى مفتوح قدامنا كده، ودي الصور بتاعتنا اللي احنا عايزين نرفعها PDF. بناخد الصورة بالترتيب اللي موجود بنحطها كده، انا بضرب مثال بس، وهكذا اللي بعديها زي ما هو مكتوب بنفس الترتيب بتاعنا. بعد ما نحطهم في الوورد بالترتيب بتاعنا مظبوط، بنختار فايل وسيف از. بعد ما بنختار فايل وسيف از بنكتب في بيبقى فيه من تحت كده اختيارين، بيبقى مكتوب مايكروسوفت وورد دوكيومنتس، دي بندوس عليها وبنختار PDF، وتحتيها لارج فايل او مينيمم فايل اللي هو مساحه تكون كبيره بتاعت الملف ولا صغيره، نختار الصغيره وبندوس سيف وبنحفظه على الديسكتوب. دي الحاجه الوحيده اللي كانت واقعه مني، معلش انا اسف. بعد ما رفعنا الملف بنختار هنا البيانات بتاعتنا، هنراجعها واحدة واحدة. البيانات بتاعتنا بنضيفها هنا بقى، الاسم رباعي، رقم التليفون، الحالة الاجتماعية، بيانات الزوجة لما بندخل الحالة الاجتماعية متزوج ويعود مثلا، فبيظهر لنا خانة زيادة اللي هو عدد الأبناء، وبعد كده بيانات الزوجة وهل الشريك يعمل ولا لا. لو اخترنا نعم بيظهر لنا الشغل ايه، تمام. بعد كده بندخل بيانات الدخل بتاعتنا، وجنب كل خانة في علامة استفهام لو حضرتك عايز تعرف المكان ده بيتكتب فيه ايه، ولو في مصادر دخل تانية بنضيفها. بعد كده بندخل بيانات الزوج بالكامل ولو في مصادر اخرى. بعد كده محل السكن، المواصفات بتاعه السكن اللي حضرتك ساكن فيه حاليا، اللي حضرتك موجود فيه، اللي مقدم وصل كهربا بيه وعقد ايجار بيه، تمام. بعد كده بنختار الاعلان اللي احنا محتاجينه، مثلا الاعلان اللي هو 90 متر
اللي هو الاعلان 14، متأكد. اوكي، بنختار المحافظة زي مثلا القاهرة، بنختار المدن اللي في القاهرة اهي، الشروق، القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر السلام، حلوان، حدائق العاصمة. لو اخترنا مثلا الأليوبية، بيظهر لنا مثلا العبور والخنكة وحي شرق شبرا الخيمة وبركين وشبرا الخيمة وهكذا. بنختار المشروع اللي هو 90 متر. بعد كده بندخل علامة صح على كل الحاجات دي، تمام. وبعدها بنسجل ان احنا دفعنا في البوسطة. اللي احنا عملناه دلوقتي مش هيتحفظ الا لو عدى على ايصال السداد 4 ايام. يعني انا سددت النهارده في البوسطه، النهارده الجمعه، النهارده الحد مثلا، يبقى هصبر 2 و3 و4، ويوم الخميس اعمل التسجيل بتاعي علشان يكون البنك والصندوق حسوا ان الفلوس وصلت. وبعد كده بعمل ارسال، فبيجي لي رساله تم ارسال الطلب بنجاح. بعد كده في خلال 2 3 اسبوع لما بخش على الموقع تاني ما بيظهرليش اي بيانات، لان الموقع عليه حمل تقيل، عليه عدد مستخدمين كتير جدا. وكذلك الـ بيتم مراجعة الاوراق دي، وبعد كده بتترفع تاني فبتقدر تشوفها بعد كده. لكن انت بعد ما قدمت وجاب لك ان هو تم التقديم بنجاح، خلاص ما تقلقش، مش هتحتاج انك انت تعمل اي حاجة تاني. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. بعتذر عن رداءة الصوت، وبعتذر ان انا ما كانش عندي ورد عشان اعمل لكم التقديم بالظبط. اهم حاجة في الملف وورد لما بنعمل حفظ، بنختار الصيغة PDF، وبنختار الحجم الصغير المينيمم سايز. دي اهم نقطة. ولو في اي حاجة انا هسيب رقمي، تكلموني على الواتساب في اي وقت تحت امركم. أسيبكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.